وده زير، ده زير، وده نفق التبريد بتاع نفق التبريد الشوكولاتة، ودي صبابة، والناحية التانية دي باكم لحلاوة المصاصة، وده جونش بيعمل شوكولاتة نص طن، واللي جنبه تانك تريح للشوكولاتة، ودي اللي فوش دي صبابة، دي صبابة بتصب الشوكولاتة، وده مضرب بيض، وده ريشة ملبن، ودول الثلاث مكانات ايه؟ تعبئة فلوباك، وده الأسانسير اللي في الوش، ده الأسانسير. ده زير بقى بيعمل بيلف الحلاوة بالنسبة للعسلية والمصاصة. ده واحد احتياطي عندي، وادي واحدة تبريد احتياطي برضو عندي اللي جايبها احتياطي، وده فرن شرينك شرنك الحاجة. طبعا ترابيزات الاستانلس كتير هنا، وده بسكوت، وده كرتون، ودي لوليتا بالمساحة هنا. ده طبعا هنا بيعمل بندام، بيعمل عسلية، بيعمل مصاصة، بيعمل كل حاجة، شغل الحلويات. دول مكانتين عصير لوليتا، ده مكبس للمصاصة، وده بقى ايه خط مصاصة كورة، ده الزير، ودي السحابة، ودي الفورمة اللي ايه اللي بتطلع الشوكولاتة، وديها الزيت.